حلقة اليوم مميزة وستزيد من وعيك بشكل كبير. فهل تساءلت يوما لماذا الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية اليوم؟ وكيف بدأت هيمنة الدولار الأمريكي على اقتصاد العالم؟ وكيف حافظت أمريكا على هذه الهيمنة الاقتصادية؟ هذا ما ستتعرفون عليه في هذه الحلقة. الدولار الأمريكي، الوهم الذي باعته أمريكا إلى العالم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة دنياي وديني، ومعكم حيدر جبار. للتذكير فإنه يمكنكم التواصل معي بشكل مباشر عبر صفحتنا على الإنستغرام، وإذا شاهدتم هذه الحلقة وأعجبتكم فيمكنكم الضغط على زر الإعجاب ونشر الوعي عبر نشر هذه الحلقة ومشاركتها مع الآخرين. وإذا كنت زائرا جديدا لقناتنا فيمكنك الاشتراك وتفعيل الجرس لاستلام فيديوهات أخرى قادمة. ما هي قصة الدولار الأمريكي؟ تم إنشاء الدولار الأمريكي عام 1792 واعتماده كعملة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان حينها عبارة عن ثلاث فئات، منها فئة ذهبية وفئة فضية وأخرى نحاسية، وقد كانت الفئة النحاسية هي الأكثر رواجاً، وقد استمر التعامل بهذا النظام المالي إلى عام 1862. وبسبب اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب وحاجة الحكومة المركزية للذهب والفضة، تم تغيير الدولار إلى عملة ورقية بشكله الأخضر الحالي. كان الدولار الأمريكي حينها مجرد ورقة نقدية كثقة بينك وبين الحكومة، ولم يكن يساوي شيئا في الواقع، حيث أنه لم يكن مغطى بالذهب. فالعملة المغطاة بالذهب تعني أنه يكون بمقدورك استبدال العملة الورقية بقيمتها ذهبا متى ما أردت ذلك، حيث أن العملة الورقية تكون قيمتها ذهبا. وبالرغم من أن الدولار لم تكن له أي قيمة حقيقية حينها، إلا أن الكونغرس الأمريكي فرض التعامل بالدولار الأمريكي آنذاك وجرم كل من يرفض التعامل بتلك العملة داخل أمريكا. وفي عام 1879 وبعد حصول تضخم هائل في الولايات المتحدة وخسارة الدولار الأمريكي لجزء كبير من قيمته، تمت حينها تغطية الدولار الأمريكي بالذهب، حيث صار بمقدور الناس استبدال الدولارات الأمريكية الخضراء التي لديهم بقيمتها ذهبا متى ما أرادوا ذلك، مما خفض التضخم وأنعش الاقتصاد. وفي عام 1929 حصل الكساد العظيم، وهو أزمة اقتصادية عالمية استمرت لسنوات، الشيء الذي دفع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1933 إلى إلغاء تغطية الدولار بالذهب، لكنه عاد تغطية الدولار بالذهب بعد عام واحد، وقد استمر الأمر على ما هو عليه حتى حصول اتفاقية بريتون وودز، وهو المقلب الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة. قبل الحرب العالمية الثانية كانت هناك حرب عملات ناشبة بين دول أوروبا، لكن مع نهاية الحرب فقدت كل تلك العملات قيمتها تماما، في حين بقي الدولار الأمريكي قويا لابتعاده عن بؤرة الأزمة. قبل أن تخرج الولايات المتحدة منتصرة من الحرب العالمية بعام واحد، بدأت تعمل على إنشاء نظام عالمي اقتصادي جديد تكون فيه الولايات المتحدة والدولار الأمريكي يتربعون على عرش الهرم، وقد نجحت في خطتها تلك عن طريق اتفاقية بريتون وودز سنة 1944. حضر هذه الاتفاقية 44 دولة من حول العالم. في تلك الفترة كانت هذه الدول تعاني من جراء الحرب العالمية الثانية والأضرار البشرية والاقتصادية الجسيمة التي لحقت بها. استغلت الولايات المتحدة هذا الظرف لتقنع تلك الدول خلال هذا المؤتمر أنها هي الأقوى اقتصاديا وعسكريا ولوجستيا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر أمنا بين باقي الدول بسبب بعدها الجغرافي وعدم أطماع أي دول باحتلالها. كما اقترحت الولايات المتحدة على باقي الدول أن يتم ربط عملاتها بالدولار الأمريكي بسبب استقراره، ليصبح الدولار هو المرجع الرئيس في تحديد سعر صرف باقي العملات. تخيل معي، كانت أمريكا لوحدها تملك حوالي 3/4 احتياطي الذهب في العالم، وفي المقابل وعدت أمريكا تلك الدول التي سوف تتعامل بالدولار بأن تضمن لهم تحويل كل دولار إلى ذهب
بسعر صرف ثابت هو 35 دولارا لكل أونصة من الذهب، أي ما يعادل 28 غراما من الذهب. بمعنى أن أي شخص يملك 35 دولارا فإن بإمكانه تبديلها في البنك الأمريكي بأونصة ذهب. وهكذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بدعم كل دولار في الخارج مع الذهب، مما جعل سعر صرف العملات الأجنبية ثابتا مقارنة بالدولار. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت الدول الأعضاء التي حضرت المؤتمر بأنها لن تقوم بطباعة أي دولار إلا إذا كانت تملك في مقابله ما يساوي قيمته ذهبا، الشيء الذي جعل الدولار الأمريكي يصبح العملة الوحيدة على مستوى العالم المغطاة بالذهب، حيث أن بقية الدول تخلت عن تغطية عملاتها بالذهب بعد حصول تضخمات في اقتصادها. أول عقبة واجهتها الولايات المتحدة في تطبيق خطتها هذه كانت عدم موافقة أوروبا، فوعد الأمريكيون ستالين بتقديم 15 مليار دولار كمساعدة مادية لإعادة بناء الاقتصاد السوفيتي إذا اعتمد الدولار كعملة عالمية. فوافق ستالين على هذا المقترح، الشيء الذي أحرج الأوروبيين الذين لم يجدوا بدا من الإذعان. ومع أن ستالين لم يقبض من الولايات المتحدة شيئا إلا أن خطتهم تلك نجحت وأصبح الدولار عملة على كل العالم. وبما أن الأمر أصبح كذلك فقد دفع ذلك كثيرا من الدول العالم إلى العمل على تكديس الدولارات الأمريكية في خزينتها، لأن لديها ضمانات بأنه متى ما أرادت استبدال الدولار الذي لديها بالذهب فسيكون بإمكانها فعل ذلك. وصار عدد كبير من هذه الدول يستخدم عملة الدولار كاحتياطي النقد الأجنبي. وهكذا تحقق حلم العم سام بالسيطرة على الاقتصاد العالمي، واستمر العمل بهذا النظام لمدة 11 عاما. ولكن ما سيحدث لاحقا لم يكن في الحسبان. حرب فيتنام وصدمة نيكسون. في الفاتح من شهر نوفمبر عام 1955 بدأت الولايات المتحدة حربها ضد فيتنام، وكانت تضع في حسبانها أنها سوف تنتصر وتنهي الحرب خلال مدة قصيرة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تتكبد خسائر جسيمة في المعدات والأرواح، وبما أن حربها تلك أخذت تطول مدتها، وعلى فكرة لقد دامت تلك الحرب حوالي 20 عاما، فقد وجدت الولايات المتحدة نفسها في ورطة كبيرة وبحاجة إلى المزيد من الدولارات لتغطية تكاليف الحرب. ولكن الدولارات التي بقيت في حوزتها لا تكفي، لأن الذهب الموجود في الولايات المتحدة بل وفي العالم بأسره لم يعد كافيا ليغطي الدولار الأمريكي، كما أنه لم يعد بالإمكان طباعة المزيد من الدولارات لأن الذهب الموجود لم يعد كافيا لتغطيتها. فما كان من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن قامت بتجاوز الحد الأعلى المسموح بطباعته من الدولارات، وأخذت تطبع دولارات غير مغطاة بالذهب دون أن تعلم أحدا بذلك، ما يعني أن دول العالم كانت تعطي احتياطي الذهب الخاص بها لأمريكا، وكانت أمريكا في المقابل تعطيهم حفنات من أوراق خضراء لا قيمة لها على الإطلاق. أول دولة أحست بما يجري كانت فرنسا، ومن هنا بدأت الأزمة. فقد طالب الرئيس الفرنسي حينها تشارلز ديغول عام 1970 بتحويل الدولارات الأمريكية الموجودة لدى البنك المركزي الفرنسي، والتي كانت تبلغ 191 مليون دولار أمريكي، وطالب بتحويلها بالكامل إلى ذهب، وذلك عملا باتفاقية بريتن وودز التي تسمح بذلك. لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت لأنها لم تكن تملك ذلك القدر من الذهب، ففقد العالم ثقته بالدولار، وبدأت دول أخرى تلح على أمريكا بالوفاء بالتزاماتها واستبدال الدولار الذي لدى تلك الدول بالذهب كما وعدتهم أمريكا من قبل. وبذلك أصبح الدولار الأمريكي ورطة لمن اشتراه، وبدأ بالهبوط مما يبشر بأزمة اقتصادية لأمريكا. ولأن الكثير من الأمريكيين فقدوا ثقتهم في عملتهم، فقد طالبوا البنوك الأمريكية بمبادلة دولاراتهم بالذهب، ما أدى إلى نشوء أزمة. وفي عام 1971 أصدر نيكسون قرارا بتجريم كل أمريكي يملك سبائك ذهب، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات، قاطعا بذلك الطريق أمام أي أمريكي يسعى لمبادلة دولاراته بالذهب. ازداد عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويل أي دولارات أمريكية إلى ذهب جراء حربها على فيتنام، مما دفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى إصدار بيان تاريخي عام 1973، وقد كان ذلك البيان صادماً.
لقد وجهت الوزير كونالي كي يوقف مؤقتا تحويل الدولار إلى الذهب أو إلى أصول أخرى في الخزينة. سيكون تأثير هذا استقرار الدولار، وهذا العمل لن يكسبنا أصدقاء بين تجار المال. لقد ألغت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتحويل الدولارات الأمريكية إلى ذهب، وذلك بقرار فردي منها، الشيء الذي أدى إلى صدمة كبرى على الصعيد العالمي وعرفت باسم نيكسون شوك أو صدمة نيكسون. لقد كانت صدمة حقيقية للدول على مستوى العالم، إنها خدعة تم استخدامها لخداع العالم بأسره. فبعد أن كانت تعمل هذه الدول على مر السنين لتكديس الدولار الأمريكي كاحتياط للنقد الأجنبي وذلك لاستبداله بالذهب عندما تريد، أصبحت الآن غير قادرة على ذلك. والأسوأ من كل ذلك هي أنها كانت ما تزال مجبرة على التعامل بالدولار لأنه لا يمكنها التخلي عنه بعد أن قامت بتكديس كل هذه الدولارات في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإلا فستضيع كل تلك الدولارات أدراج الرياح. بعد ذلك أصبح الذهب حرا ولم يعد أحد يتحكم فيه سوى العرض والطلب، وأصبحت جميع العملات بما فيها الدولار الأمريكي تقف على أرض واحدة، وصارت كلها عملات إلزامية ورقية لا قيمة لها في الواقع سوى التزام الحكومات بها. انخفضت قيمة الدولار 40 ضعفا منذ عام 1973 في حين ارتفع سعر الذهب بشكل جنوني. أمام هذا الوضع الحالي المتأزم وموقف أمريكا المخزي، تفتق الذهن الاقتصادي الأمريكي على خطة جهنمية أخرى لدعم الدولار بذهب من لون آخر، ذهب أسود، نشأة البترودولار. قام وزير الخارجية الأمريكي الشهير هنري كيسنجر بزيارة الملك فيصل ملك السعودية في عام 1974 باعتبارها أكبر دولة مصدرة للبترول. وقد خرج كيسنجر باتفاق تاريخي يحتوي بشكل رئيسي على النقطتين التاليتين: أولا، أن تقوم المملكة بربط البترول بالدولار الأمريكي، بمعنى أن يتم إجبار كل من يريد شراء البترول من السعودية بأن يدفع قيمته بالدولار، وكذلك أن تقنع المملكة العربية السعودية دول الأوبك باستخدام الدولار كعملة موحدة لبيع وشراء البترول، وهو ما أصبح يسمى بمصطلح البترودولار. ثانيا، أن تقوم المملكة العربية السعودية باستثمار عائداتها من البترول في سندات الخزانة الأمريكية. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن السعودية تستخرج البترول من أراضيها وتبيعه للعالم بالدولار، وعندما تأخذ تلك الأموال أو تلك الدولارات تقوم بتسليمها لخزينة الولايات المتحدة الأمريكية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي. وإذا تساءلت على ماذا سوف تحصل السعودية في مقابل كل ذلك، والجواب هو أنها سوف تحصل على الحماية الأمريكية ودعم نظام آل سعود الحاكم، وبخلاف نظام الذهب مقابل الدولار الذي كان يلزم الولايات المتحدة بدفع 35 دولارا مقابل كل أونصة ذهب، فإن نظام البترودولار يعطي غطاء تلقائيا لكل دولار يتم طبعه بدون وضع أي التزام على عاتق الحكومة الفيدرالية، بمعنى أنه أصبح بإمكان الولايات المتحدة أن تطبع ما تشاء من دولارات. وقد يسأل سائل، لماذا لا تقوم بعض الدول المصدرة للنفط بإلغاء التعامل بالدولار واستخدام عملة أخرى بدلا عنه؟ وجواب هذا السؤال هو الأسطول الأمريكي الذي يجوب العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهو ليس موجودا هناك للنزهة، فالقوة العسكرية هي من يحمي القوة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، عندما قرر الملك فيصل تقليل تصدير البترول إلى أمريكا في حرب أكتوبر عام 1973 تم اغتياله عن طريق ابن أخيه، وهو الدرس الذي وعاه الجميع. فبعد هذه الحادثة مباشرة اعتمدت كل دول أوبك الدولار كعملة وحيدة لبيع النفط، ولم يعد هناك حاجة لربطه بالذهب، وبدأت من جديد رحلة صعود الدولار وهبوط الذهب. وعندما قرر صدام حسين بيع النفط باليورو في عام 2000 والامتناع من قبول الدولار لقاء النفط العراقي، قامت أمريكا بغزو العراق وإسقاط نظامه معلنة أنها لن تسمح لأي كان بفعل ذلك. ونفس الشيء حدث مع القذافي حينما قرر إنشاء عملة أفريقية موحدة، وكان من المقرر أن يتم اعتمادها لبيع البترول الليبي، وكلنا نعرف ما الذي حدث له. وكذلك هو الحال مع إيران في العقوبات المفروضة عليها تحت غطاء الملف النووي، إنما هو بسبب اختيار إيران التحالف مع الدب الروسي، وكذلك تهديداتها ببيع البترول بالعملة الصينية،
وإسقاط البترودولار. كانت هذه بخلاصة قصة هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. أتمنى أن تكون ذات فائدة لكم. إذا أعجبكم الفيديو فيمكنكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. كما يمكنكم أيضا التواصل معي عبر صفحتنا على الإنستغرام، عنوانها يظهر أمامكم في الشاشة. ويمكنكم طرح أي أسئلة لديكم أو مقترحات لفيديوهات ترغبون بأن نقوم بتقديمها. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى وأراكم في حلقة أخرى على قناة دنياي وديني بإذنه تعالى. كان معكم حيدر جبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.